تم تأجيل مباراة المنتخب المغربي إلى أجل غير مسمى بسبب انقلاب عسكري ومجموعة من الديتايلز سنراها في هذا الفيديو. أما بالنسبة للدوري الإنجليزي فسيكون منتعش هذا الموسم بسبب صفقة العمر كريستيانو رونالدو. العودة إلى مانشستر يونايتد سيكون في مواجهة كل لاعبي العرب الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي على غرار رياض محرز، محمد صلاح وحكيم زياش، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من اللاعبين العرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة صلوا على النبي المصطفى. ثاني حاجة، هذا الفيديو برعاية شركة وان إكس بات للتوقعات الرياضية. غدا ان شاء الله راح تكون مباراة كبيرة بين بولندا وانجلترا ضمن تصفيات كأس العالم. بإمكانك انك تربح فلوس بمجرد انك تتوقع الفائز، واذا سجلت بالكود برومو تاعي اللي هو زينو يدخلك في الكونت تاعك للتوقعات $130 بإمكانك انك تتوقع بها. رابط التسجيل في شركة وان اكس بات والكود برومو موجود في الديسكريبشن بوكس في اول تعليق. أول جزء من هذا الفيديو مخصص للمنتخب المغربي الذي عانى الرعب في الأيام القليلة الماضية بسبب الانقلاب العسكري والطلقات النارية التي كانت تبتعد بضعة مترات عن الأوتيل الذي كان مقيم فيه المنتخب المغربي. تصريحات اللاعبين وحتى اللاعبين في حد ذاتهم شكلهم كانت صدمة تظهر على وجههم، وكانوا يبانوا خايفين لأن القضية كانت قضية حياة وموت، والقضية كانت خطيرة جدا، وأفريقيا اللعينة بإمكان أنه يقع لك شيء سيء في أي لحظة من اللحظات. كما قال مدرب المنتخب المغربي حالي لوزيتش باسمه باسم كل البعثة، قال شكرا للملك محمد السادس الذي قام بإرسال لاعبين من غينيا إلى المغرب بطريقة استعجالية ومستعجلة، وهذا ما سهل مأمورية عودة المنتخب المغربي من هذه الظروف الصعبة والقاهرة إلى المغرب تحديدا مطار رباط الدولة. موعد المباراة القادم هو غير معلن لحد الآن لحد الساعة بسبب الظروف السياسية المتطورة في هذا البلاد، ولكن أهم شيء هو أن لاعبي المنتخب المغربي هم بسلام وبأمان، هذا هو الشيء المهم والأهم. ثاني جزء من هذا الفيديو، كريستيانو رونالدو. أعزائي المشاهدين، من منا لا يحب كريستيانو رونالدو؟ من منا لا يعرف كريستيانو رونالدو؟ لاعب اللي عنده مهارات كبيرة وتاريخ كبير في كرة القدم، خاصة مع نادي مانشستر يونايتد، أين صنع اسم له، أين سطع نجمه، ومن مانشستر يونايتد ذهب لريال مدريد، واليوم راهو في مانشستر يونايتد من جديد في الدوري الإنجليزي. راح تكون عنده دفع وانتعاش كبير جدا. يلا شوفوا ماذا كان يفعل كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد في سنوات ماضية. هاو الدون طبيعة الحال. أعزائي المشاهدين، إمكانياته في التحكم بالكرة والكنترول إمكانيات قوية جدا وكبيرة جدا. شوف يعني الكنترول تاعه، وحتى الآن مازال عنده هذه الإمكانيات يعني بكل صراحة العبارة. شوف أنا في تشامبيونز ليج دوري أبطال أوروبا أو دون كريستيانو، كل يعرف كريستيانو رونالدو بقميص مانشستر يونايتد لأنه عنده العديد من المهارات مع النادي. شوف 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 ضد مانشستر سيتي هنا في الديربي، يعني وين تسيب لاعب يلعبلك في الديربي الكبير الإنجليزي في أكبر ملاعب في العالم يلعب لك بهذه الحركات وبهذه اللقطات؟ شوف اللاعب المخضرم يلعب حتى في الشاشة تاع التلفزيون القديمة. الله عليك الله عليك كريستيانو رونالدو من الناحية اليسرى والناحية اليمنى، ولويس ناني أيضا من الجهة المقابلة، وبارك جيسونغ خلفهما. طبيعة الحال كان عند مانشستر يونايتد تشكيلة يعني الأحلام. طبيعة الحال كان فريق الأحلام هو مانشستر يونايتد. شوف المراوغات هنا، كريستيانو رونالدو يتلعب يا رب. أوكي يلا أعطيني. راح رونالدو، راح انطلاقة رونالدو، يمر مور. الله 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 الله. شوف الدون شوف الدون شوف الدون، تمريراته بالكروازي، وكانه يضرب برجله عادي. يعني انا اضرب برجلي عادي وما نوصلش بالكروازي تا. شوف 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 بوب. اي 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 قام الله 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 قام باسقاط. اي 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 اهانة الكل، اهانة الكل دون رحمة وشفقة. كريستيانو رونالدو يهين الكل دون رحمة وشفقة. كريستيانو رونالدو سيواجه حكيم زياش، رياض محرز، محمد صلاح في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وستكون مباريات كبيرة جدا، وسنرى لقطات للتاريخ، أجل لقطات للتاريخ. علاقة كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد هي علاقة صبي بأمه. طبيعة الحال هذا على حسب كلام كريستيانو رونالدو في المؤتمرات الصحفية وفي تصريحاته في مواقع التواصل الاجتماعي ولا في وسائل الإعلام. قال لهم يعني سير أليكس فيرغسون ومانشستر يونايتد أهلي وداري وعائلتي، يعني ما فيهاش ولا شيء، نقدر نرجع لها أي متى شئت، وهو رجع لها يعني في آخر مسيرته وفي كبر عمره. هاي الممتاز دون. طبيعة الحال يعني صفقة مربحة لمانشستر يونايتد لأنه كريستيانو تباع بثمن غالي وعود ولا إلى نادي مانشستر يونايتد بثمن معقول. يعني طبيعة الحال من كان منا يقول أنه هذه الأمور ستحدث في كرة القدم يعني بعد سنوات طويلة. شوف 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 بلاس مونشامب وو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 
سنتين، والله لو ترجع سنتين فقط لكرة القدم تقول كل هذه الصفقات هي مجرد خيال، خيال علمي لا حقيقة له، ولكن بطبيعة الحال صفقات هذه حدثت ووقعت
في وقت لم يكن ينتظر أي أحد. يعني أنا عاقل على صفقة ليونيل ميسي، كنا جالسين حتى شفنا في وسائل التواصل الاجتماعي ميسي كتب ولا البارسا كتبت شيء على ليونيل ميسي وقمنا بالتكلم عنه بسرعة قصوى. طبيعة الحال ليونيل ميسي كان طبيعة الحال صفقة تاعه كانت غير منتظرة نهائيا، بينما كريستيانو رونالدو معروف عليه أنه رحل من السبورتينغ لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، ثم جوفنتوس، ثم عاود رجع إلى مانشستر يونايتد. يعني لو تقول لي كريستيانو يرحل نأمنك نورمال لأنه رحل من قبل، أما ليونيل ميسي فالأمر صعب جدا التقبل تاعه ولا التصديق تاعه. شوف الدون كيف يراوغ وكيف يدوني لاباس بالكروازي برو، لاباس بالكروازي برو، شوف لي بتي بون ما عندوش مشكل. يا رب من أين لك كل هذا يا دون؟ يا دون ماذا تفعل بأدائك وبخصومك؟ يا دون يا ديك ربي يا دون. أوه هاي السرعة اللي نبغيها أنا، هاي السرعة هذه النادي سيرتيك هنا. كريستيانو انطلق بالكرة من الدفاع كما تشاهدوا، شوفوا من الدفاع طبيعة الحال. عنده سرعة كبيرة ولاعب يخدم مهاراته يعني بالخدمة، يخدم يدرب عنده الموهبة ولكن يدرب. شوف ضد ليونيل ميسي تشافي هرنانديز لم يتمكن من كريستيانو رونالدو في لقطة للتاريخ. الله شوف الفانت لما تكون قوية تخلي اللاعب يسقط أرضا، لأنه اللاعب يكون يمشي في جهة ومن بعدك يتفلته تقلب له كل الزاوية، يعني تقلبها له 100%. طبيعة الحال راح يفشل اللي لا يتبعك، وهي نفس الشيء بالنسبة للبتي بون، يعني الجسر الضيق لما تدير لأي لاعب بتي بون يعني طبيعة الحال يعاود يسترجع، يفقد الوعي لفترة أو أجزاء من الثانية وبدا يعاود يسترجع الوعي تاعو. فهذيك الجزء هذاك من الثانية أنت تكون ديجا مشيت تجري هو يلحقك، يعني كاين مرات يلحقك كاين مرات يقول خلاص دار لي بتي بون قد أهانني ما نروحش نجري موراه. شوف الدون يا الدون كريستيانو رونالدو. أعزائي المشاهدين مانشستر يونايتد فرحانة بعودة هذا اللاعب إلى الفريق، فرحانة متأكد جماهير مانشستر يونايتد والإدارة وكل واحد في مانشستر يونايتد فرحان بعودة الدون كريستيانو رونالدو، وأنا واحد من الناس فرحان بعودة كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد. طبيعة الحال شوف المراوغات، شوف التوغلات، هل سيتمكن من ذلك كريستيانو؟ أوب. يا رب من أين لك كل هذا يا الدون؟ الأول والثاني والثالث وداخل الشباك. شوف ضد أكبر الأندية ولا أصغر الأندية ما عندوش مشكل، يعني دلالة على المثابرة والاجتهاد تاعو، سواء يلعب ضد نادي صغير ولا نادي كبير، كان متعطش لكرة القدم هنا، كان يحب كرة القدم هنا، رونالدو ممتاز، رونالدو يراوغ ويتلاعب، رونالدو كبير والله كبير. شوف تغطيتو الكرة هنا، تغطيتو الكرة كيف ستكون؟ الله عليك! في الأخير كان هذا كريستيانو رونالدو أعزائي المشاهدين الذي عاد إلى الدوري الإنجليزي من باب مانشستر يونايتد. ما رأيكم حول الموسم الذي سيحدث في إنجلترا هذا السنة؟ هل سيكون موسم قوي أم سيكون موسم عادي؟ ومع العلم أن المنتخب الإنجليزي وصل إلى النهائي لأمم أوروبا والنادي تشيلسي كان في النهائي، يعني الأندية الإنجليزية تأتي بقوة إلى تشامبيونز ليج، إلى نهائيات تشامبيونز ليج وتوصل إلى أبعد ما يمكنها، يعني كيف سيكون هذا الموسم؟ علقوا لي في الأسفل، نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.